السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي طلبة التانية إعدادي، هنحل مع بعض إن شاء الله اختبار يونت 2 الوحدة التانية. يا ريت قبل ما أبدأ ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. شرح كل دروس الجرامر موجود في قائمة تشغيل جرامر تانية إعدادي الترم الأول. أول سؤال معانا listen and choose the correct answer، استمع واختار الإجابة الصحيحة. نسمع مع بعض. The street food seller is parking his food stall here because lots of tourists come this way. He's looking forward to drinking some hot coffee as he is feeling cold. نسمع تاني. The street food seller is parking his food stall here because lots of tourists come this way. He's looking forward to drinking some hot coffee as he is feeling cold. The street food seller is his food stall here. باع الطعام المتجول بيركن الكشك بتاعه هنا، يبقى parking. He's looking forward to drinking some coffee. بيتمنى ان هو يشرب بعض القهوة الايه السخنة، يبقى hot coffee. Lots of come this way to his food stall. العديد من ايه بيأتوا لهذا الطريق، يعني المكان بتاعه، يبقى tourists السياح. He is feeling ايه، هو بيشعر بالبرد، يبقى he's feeling cold. السؤال الثاني complete the following dialogue، أكمل الحوار الآتي. عصام استلم ماهر what he did last weekend. عصام بيخبر ماهر عن الأشياء اللي فعلها في الأجازة الماضية، أجازة الأسبوع الماضي. ماهر بيقول له what did you do last weekend، ماذا فعلت في أجازة الأسبوع الماضي. عصام رد عليه، وبعد كده ماهر قال له does your brother love playing football، هل أخيك بيحب لعب كرة القدم؟ وبعدين رد عليه وسأل سؤال، وعصام قال له we played in the club، احنا لعبنا في النادي. يبقى هو عمل ايه في الاجازة الماضية؟ يبقى انا لعبت كرة القدم مع اخي، يبقى I played football with my brother. هل أخيك بيحب لعب كرة القدم؟ ده سؤال بقى الإجابته yes أو no، يبقى yes he does. yes بعد كده your brother اللي هي he، هو يعني، بعد كده أكتب does، yes he does. ماهر سأل سؤال، عصام قال له we played in the club، إحنا لعبنا في النادي. يبقى السؤال أين أنتم لعبتم، يبقى where، طبعا ال W تكون capital، where بعد كده الماضي البسيط بنسأل بفعل مساعد اسمه did، وي تتحول الى يو اللي هي انتم، يبقى where did you play، بعد كده اكتب play فعل في الايه في المصدر. Did you enjoy playing، هل انتوا استمتعتوا باللعب؟ هيقول له ايه yes we did. yes we did او yes I did، لو هو بيسأل عنه هو كشخص واحد yes I did، او yes we enjoyed a lot، يعني ممكن اكتر من اجابة تنفع، او yes we enjoyed a lot. ماهر سأل سؤال وعصام قال له sure we will be happy، احنا هنكون سعداء. يبقى السؤال هنا ممكن ألعب معاكم المرة القادمة، يبقى can I play with you next time، can I play with you next time، أو can I come with you، ممكن أتي معكم. بعد كده سؤال القطعة هنا، دير أيمن عزيزي أيمن I'd like to tell you about my new preparatory school، أريد أن أخبرك عن مدرسة الإعدادي الجديدة بتاعتي. It's near my house، هي بالقرب من منزلي، so I walk to get there، بمشي إلى هناك. The school teachers are very kind، معلمين المدرسة بيكونوا عاطفين جدا، and they help me a lot، هما بيساعدوني جدا. I wasn't good at math last year، انا لم اكن جيد في الرياضيات العام الماضي. But Mr. Ramsey helped me to do better، لكن مستر رمزي ساعدني ان انا اتحسن. This subject is very important for our daily life، المادة دي مهمة جدا لحياتنا اليومية. Our school library is full of interesting books،
مكتبة المدرسة بتاعتنا مليئة بالكتب الجميلة أو المثيرة أو الشيقة. I go there once a week to borrow one. بذهب إلى هناك مرة في الأسبوع علشان أستعير كتاب. طبعا there عايدة على الإيه؟ الschool library اللي هي مكتبة المدرسة. After reading بعد القراءة I make the most important notes to help me know a lot about the world and our life. بعد القراءة بكتب الملاحظات الأكثر أهمية علشان تساعدني إن أنا أعرف الكثير عن العالم وعن حياتنا. Please write back to tell me about the time we'll meet. من فضلك اكتب لي عن الوقت اللي احنا عن هنتقابل فيه. Yours أشرف. طبعا اللي بعت شخص اسمه ايه؟ أشرف. The opposite of the underlined word interesting. عكس كلمة interesting شيق يبقى عكسها boring ممل. أشرف walks to school because أشرف بيمشي للمدرسة لأن هي ايه؟ لأن هي قريبة. because it's near قريبة من المنزل. أشرف goes to the library a week. أشرف بيذهب للمكتبة كم مرة في الأسبوع؟ بيذهب مرة في الأسبوع يبقى once a week. What's the main idea of the email؟ الفكرة الأساسية في الإيميل. الفكرة الأساسية في الإيميل بتتكلم عن مدرسة أشرف الجديدة. يبقى it's about مدرسة أشرف الإعدادية الجديدة. It's about Ashraf's new prep school. Prep اللي هي اختصار preparatory. What does the underlined word there refer to? كلمة there عايدة على ايه؟ بيذهب إلى هناك مرة في الأسبوع. يبقى هي عايدة على مكتبة المدرسة. يبقى it اللي هي الكلمة يعني. It refers to the school library أو to Ashraf's school library يعني مكتبة المدرسة اللي موجودة عند أشرف. To the school library. What do you think about Ashraf does? What do you think about what Ashraf does after reading? إيه رأيك في اللي أشرف بيعمله بعد القراءة؟ أشرف بيعمل إيه بعد القراءة؟ إن هو بيسجل المعلومات الأكثر أهمية أو الملاحظات علشان يعرف الكثير عن العالم والحياة اللي هو موجود فيها. يبقى I think it's wonderful. أعتقد إن ده أمر إيه رائع. I think it is wonderful. Wonderful أو helpful يعني شيء مفيد. بعد كده سؤال تشوز. Why is Kamal his food stall at this place? Because it is the best place in the city. ليه كمال الكشك الطعام بتاعه في هذا المكان؟ لأن ده أفضل مكان في المدينة. يبقى ليه هو بيركن؟ يبقى why is Kamal parking? Park يعني يركن. Our TV is broken. التلفاز بتاعنا بيكون broken هنا يعني عاطل يعني في عطل. Can you eat it? ممكن تصلحه يبقى can you repair it? Repair يعني يصلح. We're very aid to our parents who helped us a lot. إحنا إيه لوالدينا اللي ساعدونا كتير. يبقى إحنا grateful. Grateful يعني ممتنين. Grateful. أحمد is a fantastic إيه. He prepares meals in a big restaurant. أحمد بيكون إيه رائع. هو بيعد الوجبات في مطعم كبير. يبقى هو بيشتغل إيه. Cook يعني طباخ. Cook. I usually eat a rest when I feel tired. أنا عادة إيه استراحة لما بشعر بالتعب. I usually have a rest يعني باخد قسط من الراحة. Have a rest أو take a rest. لكن take مش موجودة فبالتالي الإجابة هي have. Calligraphers are the people who are good at. الخطاطين هما الناس اللي بيكونوا جيدين في إيه؟ في الكاليغرافي اللي هو فن الخط. Calligraphy. Deaf people can communicate with others using a language. الناس اللي هم الصم اللي لا يستطيعوا السمع بيتواصلوا مع بعضهم باستخدام لغة الايه؟ الإشارة. يبقى sign language. They ate the school this week. هم ايه المدرسة هذا الأسبوع؟
I hope it will be helpful. أتمنى أن ده هيكون أمر sorry I it will be beautiful. يكون أمر جميل. يبقى هما this week مضارع مستمر. يبقى they are painting يعني هما بيدهنوا المدرسة الأسبوع ده. أتمنى أن ده هيكون إيه شكله جميل. When the boys went to the zoo لما الولاد ذهبوا إلى حديقة الحيوان they played إيه هما لعبوا بسعادة. يبقى they played هنختار حال يبقى happily. الحال بيكون آخره الواي وبيجي في نهاية الجملة. غادة is a clever pianist. غادة بتكون عازفة بيانو ماهرة. She plays the piano. هي بتعزف على البيانو. هنختار حال يبقى well. الحال من good يبقى well يعني جيدا. ما ينفعش اختار good. good بتأتي قبل الاسم انما الحال بيجي في نهاية الجملة يعني بيعبر عن الفعل. هي كانت بتعزف ازاي جيدا. بعد كده complete the sentence with the correct form of the word. هنكمل بالكلمة الصحيحة. منى a new skill at the moment. at the moment في الوقت الحالي او في هذه اللحظة. يبقى منى بتتعلم مهارة جديدة. يبقى مضارع مستمر. طب المضارع المستمر بيتكون من is او are والفعل فيه ing. منى مفرد يبقى هنقول is وبعد كده learn هضيف لها ing يبقى is learning. I usually my dinner before I start my homework. هنا ده مضارع بسيط لانه بيتكلم عن عادات اللي هو انا عادة بتناول العشاء قبل ما اعمل واجبي. يبقى هنا مضارع بسيط. يبقى هنا ايه have هتتكتب ازاي؟ I بجيب معاها have. I have. طب لو هنا she يبقى she usually has انما هنا I بنكتب have. have هنا معناها فعل اساسي. فعل اساسي معناه اتناول يعني بتناول العشاء قبل ما ابدأ الواجب. the police officer ضابط الشرطة visit a school today بيزور مدرسة اليوم. today تبقى مضارع مستمر يبقى is visiting. هو مفرد يبقى visit هنضيف له ing. we should be a with other people ينبغي ان احنا نكون ودودين مع الناس الاخرى. يبقى هنا حال يبقى we should be friendly هنضيف له الواي. we should be friendly. ده كده كان حل اختبار يونت 2. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا. لو في اي اسئله يا ريت تكتبوها في الكومنتس. وما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.